مساء الخير. مساء الخير للا رشيدة. ويا اخبار خبر. Bonsoir, vraiment très merci Mustapha Abdelkadir de m'avoir donné cet honneur de l'accompagner dans ce film et je voudrais que tous les artistes, les techniciens qui ont participé dans le film viennent aux côtés de Mustapha. Je vais vous adresser. Ayant émergé indemne de la film dans lequel je m'enfonçais depuis l'échec à Khribga de mon film fiction première en 1989, la date à laquelle j'ai décidé d'écrire une première ébauche du film Humid Agel. Je ne prêtais pas attention aux obstacles qui s'élevaient devant moi à mesure que s'entassaient les contenus et s'en diversifier les formes. Background. Onda darwakha, walakin sha'a ma kaynch hajjan. 23 sana w awwal mara kanmtel fchi film ma Mustapha Darqawi. Saraha kan liya sharaf kbir annani nmtel ma Mustapha Darqawi hit bhal kulchi kya3ref c'est le pionnier du cinéma marocain. Et Saraha, je me suis très bien amusée. J'ai incarné deux rôles différents et qui se ressemblent à la fois. Et c'était très enrichissant. Et c'était un honneur pour moi. Qu'est-ce que c'est à la bzaf, vu que ma mère me compte Walekin, avec l'aide du coach et du réalisateur, j'ai réussi, je pense, à incarner le rôle de Baya, qui est un rôle. Magnifique, à mon avis. تجربة ديال الفيلم ديال مصطفى الدرقاوي كانت تجربة بوغ موا كانت تجربة جديدة بالنسبة ليا. من خلال الفيلم اكتشف بان مصطفى الدرقاوي بغى يطلم واحد النافذه وبغانا نطلو معاه من هذيك النافذه. انا حتى اليوم في لا بروجيكسيون عاد اكتشفت الفيلم لان كانت عندي افكار اخرى، كانت عندي اشياء اخرى اللي كان كيتهيئ لي انني غادي نلقاها في لا بروجيكسيون، مي كيبقى لو شوا ديال سي مصطفى اللي دائما في افلامه كتكون واحد المتعه معينه، كيكون واحد نقص بعض الاشياء اللي الناس ما كتفهمش لو فيلم، مي عنده هو لا فيلوزوفي ديالو كيفاش كيخدم. حنا كذلك دي كوميديان ولا دي زاكتور في البلاطو ما كناش كنعرفوا لو سيناريو شنو فيه، ما كناش كنعرفوا الاحداث اللي كتدور في في لو فيلم. النتيجه كما كنشوفوها دابا، يعني حتى لا بروجيكسيون عاد كنعرفوا شنو كان كيدور او شنو كان باغي يورينا مصطفى الدرقاوي من خلال النافذه اللي طلب منها. ميرسي بوكو مصطفى، ميرسي على هذا الفواياج، ميرسي على لا كونفيونس ديالك، ميرسي اوسي المهرجان الوطني. شكرا لكم، شكرا للاذاعه ديالكم. هي اولا ملي كتعرف راسك راه انت غتخدم مع الدرقاوي ما كتفكرش، دونك قبل ما نقرا السيناريو بالنسبه لي العوده ديال مصطفى الدرقاوي كانت شي حاجه مهمه انني نكون عندي فيها واحد الحضور. زليخة هي واحد الإنسانة من يعني من العائلة ديالو، أو فيها واحد الجانب من حياته الشخصية قريبة ليه هاد الإنسانة، ويمكن هي اللي بسببها كيبدا هاد الفيلم كامل. يعني هي قصة ديال ثلاثة ديال النساء اللي هما زليخة، بايا، وحياة، الجدة والحفيدة والأم. دونك أنا كنلعب الأم اللي هي زليخة. هي كما قلت لك قصة ديال ثلاثة ديال النساء، وتشرفت بأن سي مصطفى كيعطيني هاد الفرصة ديال أنني نقدم الدور ديال زليخة اللي عنده معها واحد الارتباط إنساني بحكم أنها إنسانة قريبة لي هوايا. فكانت خدمة زوينة مع ليكيب، كلشي كيبغي مصطفى، كلشي باغي مصطفى ينجح وباغي الفيلم ديالو يكمل. ومع الوقت كنا كنشوفوه في الاول غادي شويه بشويه محد الفيلم ديالو كيكمل، هو كنشوفو صحته بحال رجع حياه من جديد بهذا الفيلم هذا. فكانت الاجمل هو الفتره ديال التصوير ديال الفيلم. السلام عليكم، سميتي محمد علي كنوني.
انا كنت من الابطال وعجبني حال بزاف انني خدم مع لا ليجوند مصطفى الدرقاوي. هاد العمل هذا كانت فيه واحد التجربه ليا اللي تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج الحمد لله، وكنطمح انكم تشوفوني ان شاء الله في حوايج جداد. سبحان من يحيى، سبحان من يحيى العظام وهي ميتة. وهادشي اللي وقع تماما لمصطفى الدرقاوي، لأنه تقبل 20 عام وتتعذب لأنه جا الشلل، ولكن سبحانه وتعالى أعطاه القوة باش يعمل فيلم، وعطانا هاد الليلة بكل صراحة السينما ديالو اللي كنحبو، لأنه إنسان عاشق للسينما، والسينما هي سحر. ولكن مع الأسف الشديد في هذا المهرجان باش نكونش الصراحة، أنا ما شفتش بزاف السينما، واللي كنت أسف عليه وكنقولها بألم، وكثير من الأحيان تعطى إمكانيات ضخمة لمخرجين اللي مع الأسف الشديد كيعطيونا أعمال لا أقول تافهة ولكن أعمال صغيرة جدا لا تشرف الميزانية اللي أعطته الدولة ولا الجمهور إلى آخره. إحنا كما أقول أكرر، يجب أن يكون أو أن تكون للمغرب سياسة بمعنى الكلمة، ماشي كتعطينا هذا 5 مليون درهم وهذا 6 وهذا 7 وما كداش فيه. خصنا أولاً إلا عطينا الإمكانيات للمغاربة يعملوا لنا أفلام مغربية، تكون أفلام مغربية بمعنى الكلمة. سلمى